تعاقدت مع شخص من الأهل على أن يبني لي بيتا، ولشدة حرصه على العمل لأن عماله توقفوا عن العمل فترة طويلة، أنهى الإجراءات البلدية وشرع في العمل قبل أن نكتب الاتفاقية ونوقعها، والآن يطالبني بسعر كبير أنا وجدت أقل منه، فما الحكم في ذلك؟ هذا بدأ المقاول فترة ركود أو مدة ركود، أو هذا الزمن يعني فيه ركود كثير، ومجرد أن وجد أحدا من أهله أنهى الإجراءات البلدية وبدأ شرع في العمل قبل أن يكتبوا الاتفاقية وقبل أن يتعاقدوا، ثم بعد ذلك طالب بسعر للمتر عالٍ، والمالك يقول أنا وجدت أقل من ذلك، فما الحكم؟ أولا أقول الدخول في العقود التي فيها جهالة والتي تفضي إلى النزاع هذا أمر منهي عنه، فيلزم من ذلك أن يقع الداخل في الإثم بينه وبين ربه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر، معناه أنه يحرمها، وإن كان يحرمها فمعنى ذلك أن أصحابها يقعون في الإثم. إذن هذان المتعاقدان اللذان دخلا في العمل دون أن يتعاقدا ودخلا بهذه الجهالة، عليهما أولا أن يستغفر الله تعالى، لأنه لا يجوز الدخول في العقود المنهي عنها شرعا، بل يلزم الإنسان أن يدخل على عقد واضح بين. هذا الأمر الأول، عليهما التوبة. الأمر الثاني على هذين المتعاقدين، هنا ما الذي سنفعله؟ هل سنحاكم هذا بالعقد الذي وجده، أم سنحاكمه بما يريده المقاول؟ كلاهما إرادته تباين إرادة الطرف الآخر. نقول في مثل هذا الحال، في مثل هذا النزاع، إنهما إما أن يتفق على شيء أو أن يحكم شخصا، وإما أن يقضي القضاء بسعر المثل. ما هو سعر المثل؟ يقدره القضاء، ولا يعطى المقاول إلا سعر المثل، ولا يمكن للمالك هنا أن يقول إنني وجدت أقل من سعر المثل. لو كان سعر المثل مثلا 40 ريالا، الوسط 40 ريالا، لا يمكن أن يقول إنني وجدته 37 ريالا، ولا يمكن للمقاول أن يقول إنني أريد 45 ريالا. نحكم ذلك كله بسعر المثل.